ذاكرة من الألف إلى النون، عنوان المعرض الفني الذي أقيم في صالة الفنان بديع جحجاح ألف نون بدمشق. تقييمي لهذا المعرض أنه من أجمل المعارض التي رأيتها حديثاً في صالة عرض خاصة، لأنها تجمع مقتنيات لفنانين رواد ولفنانين شباب ولفنانين ليسوا روادا وليسوا شبابا لكنهم مخضرمين وما زالوا على قيد الحياة، ونتمنى لهم طول العمر. مجموعة جميلة جدا، غير متناسقة، يعني كل لوحة عالم قائم بذاته، منها الانطباعية ومنها التجريدية ومنها يعني كل المدارس موجودة. وأكثر من ذلك هناك المنحوتات الجميلة جدا المتميزة جدا، يعني ليس هناك من عمل لا يمتاز بشيء خاص به. المعرض تضمن لوحات فنية منوعة تحمل حضارة الماضي وثقافة الحاضر بمشاركة أهم أعلام الفن التشكيلي السوري. ما مطلوب الانسجام الحقيقة بهذا المعرض، وقت بنقول ذاكرة معناته انت عندك علاقات مع ناس كتير، مع أشخاص كتير، مع فنانين مختلفين، مع أجيال مختلفة. فهذه الذاكرة اليوم انه انت الوعي العام وهذا الوعي الناتج عن هذا التلاقي بين أجيال مختلفة هو الغاية وهو الناتج. هذا المعرض كتير مليح انه فيه أول شيء أعمال كتير كويسة وأسماء كتير مهمة، هلا يبدو انه فيها جزء من مقتنياته للأستاذ بديع، وهذا الشيء كتير منيح لأنه في ناس كتير ما بيعرفوا هاي الأعمال، فكانت فرصة أن يطلعوا عليها لفنانين رواد. أنا حدا من المتابعين والمهتمين بالمشهد التشكيلي السوري، الحقيقة شفت أكثر من عمل ماني شايفه قبل، فهذا المعرض هو مناسبة الحقيقة أنك تاخدي فكرة عن المشهد التشكيلي السوري من الثمانينات تقريبا أو من السبعينات فينا نقول تقريبا. ألوان وأفكار أقامتها ألف نون لدعم البصمة المميزة التي تركها الفنان السوري الذي كان رائداً للحركة التشكيلية على مدى عصور وما زال يتصدرها المشهد العربي والدولي، ولم تحبطه الحرب الإرهابية على البلاد وتبعاتها.